عموما مشاهدينا خليني اخذكم لدراسه حديثه افادت انه الاشخاص اللي يعانوا من الاكتئاب او من القلق يميلوا انهم يعيدوا مشاهده نفس الافلام والمسلسلات والبرامج مره ثانيه. ايش السبب؟ السبب انهم يعرفوا بالفعل ايش اللي راح يصير، فبالتالي هذا الشيء يخلق عندهم نوع من الاحساس بالامان والراحه والطمانينه. أصلاً كلمة أمان وراحة وطمأنينة هذه بحد ذاتها راحة. حلو. هذه بحد ذاتها راحة. يعني أنا أشوف من وجهة نظري، يعني أنا من الناس اللي أحب أشوف بعض الأحيان أفلام فيها شوي رعب، عشان إذا أنا كنت كذا خامدة الإدرينالين عندي يرتفع. الله. فأحس كذا إنه كذا عرفتهم شادة. البعض يحس إنه هذا الشيء ما يحسسه لا بالأمان ولا بالراحة، وفعلاً لجوءه إنه يشوف أفلام ويعيدها ويكررها مرة ثانية هذا نوع من الأمان بالنسبة له والراحة. أنا عن نفسي ولا عمري في حياتي شفت فيلم مرتين ولا مسلسل مرتين ولا فريند ولا حلق ولا فريند ولا أي شيء. اللي شفته شفته، أنا شفت فريند أيام الثانوي، بداية الثانوي شفت فريند، ما عاد شفتها بعده نهائي. خلاص يقو قلبك شلون؟ ما حشو. أحس ما خلاص عارفة كل شيء. الحين أنا في الحلقات صاروا صرت يعني معاهم، لا مو دي جافو، يا ليت صرت اسمع معاهم. يعني حتى اختي ذاك اليوم تقول لي ترى مو يعني مو ما حد بيختبرك ترى. قلت لها اختي احبهم يا اختي، جيبوا لي طاقه. يعني انا شفت الدراسه هذه قلت لهم اكيد قاصديني، انا متاكده. لا انا اعيد، انا فريندز اتوقع شفته يمكن 16 17 مره اتوقع ما شاء الله عليك. اتوقع الى الان، والحين رجعت من جديد اشوفه. عندك مسلسل تون هاف مان، شفت حافظته حفظ. يعني من احد المسلسلات اللي احبها مودرن فاميلي، من احد المسلسلات اللي تموتني ضحك، اضحك كل مره على نفس النكته. ولا احب الاشياء الكوميديه، تخيلوا. لا يا اودي حرام عليك. والله العظيم اي شيء كوميدي ما احب، احب الاشياء اللي كذا فيها اكشن ورعب، اكشن فيها رعب كذا، عشان بس عشان ادري. شوفي عاد تدرين في دراسه، انا كنت زيك، يعني مثلا الافلام ما كنت اشوفها يعني مره او مرتين، خلاص شفتها مره واحده انتهى. المسلسلات ارجع اشوفها، الكوميديه ارجع اشوفها، يعني زي هذول الثلاثه مسلسلات اللي ذكرتها احب ارجع اشوفها لان تضحك وطاقتهم حلوه وايجابيه. لكن في دراسه قد قريتها بخصوص هذا الموضوع، يقول لك اللي يشوف الفيلم مره ومرتين وثلاثه، كل مره تشوفين الفيلم تشوفين شيء مختلف، صح؟ تستوعبينه بطريقه مختلفه، في تفاصيل ما شفتيها المره الاولى ولا شفتيها المره الثانيه تشوفينها المره الثالثه. ويعني قيسي على ذلك. فانا اشوف لا عادي، يعني في افلام عادي اشوفها مره ثانيه، زي مثلا في عندكم فيلم اللي هو قصه حقيقيه، فيلم ليوناردو دي كابريو. طبعا انا موسوعه افلام يا جماعه، يعني الحين اعطيتكم مليون سجلوا. طيب فليوناردو دي كابريو عنده كاتش مي اف يو كان، هذه من اقوى القصص الحقيقيه اللي صارت في الستينات او السبعينات ما خاب ظني. ما اقدر ما ارجع اشوفه، لانه الانسان الشخصيه اللي فيها اللي لعبها ديكابريو كان ذكي، ذكي جينيوس، ما كان عادي، ما كان عادي. هو كان عمره 16 سنه وصار طيار بالتزوير ولعب على الناس. ذكرتي الفيلم، عرفتي الفيلم والى اخره، لانهم كانوا عائله فقيره وكان يبغى يصرف على اهله، وفعلا صار طيار وطار طار بالناس في خطوط طيران حقيقيه في امريكا وعمره 17 يلعب على الناس. فكانت القصه يعني عادي ارجع اليوم البيت اشوفها وانا حافظه الفيلم. فانا احس لا، انا ضد هذه الدراسه يا رؤى، ما عجبتني. معلش الدراسه ما عجبتني يا رؤى الدراسه، بس انت اللي قلتيها. للاسف انا اللي قلتها. بس على فكره يعني انا اقول لك على شغله، انا ماني من الناس اللي اعيد افلام، لكن اعيد مسرحيات. وفيها النقطة اللي كانت بتقولها مها قبل شوي، تقول انه كأنك شفتيها أول مرة، لسبب ما يصير موقف أقول هذا ما مر علي، يعني مثلا الواد سيد شغال ولا منتصف المشاغبين وهذه المسرحيات. شوفي هذه المسرحيات القديمة، هذا إيه؟ هذا شيء آخر، هذه أعيدها، هذا شيء مختلف. هذه أعيد إذا ضاق صدري، إذا تنكت وإذا حسيت إني أنا مود مرة مو بزين أشغلها، بس أتضايق إنها ما تكون صافية اتش دي. يلا نحاول نشوف لك نسخة جديدة منها تكون اتش دي. بس على الكلمة اللي قلتيها مها قبل شوي، انه في بعض الافلام صح، لانه اصلا تركيبة الفيلم وطريقة التصوير والقصة نفسها، الشخصيات اللي بتمثل فيها، ترى هي يعني بتلعب في النفسية اكثر ما انك انت بس بتشوفي عمل فني ولا عمل سينمائي بهذه الطريقة. لكن ان شاء الله باذن الله بحاول اجيب لك دراسة. وش اكثر مسرحية او اكثر فيلم او اكثر شيء يعني شفتيه في حياتك اللي تحسين انك دائما تفرجين عليه؟ الواد سيد شغال. تحبينها؟ مرة. انا مدرسة المشاغبين احس كلاسيك، يعني ما اقدر اني ما اشوفها. وعلى طاري
تذكري انها مو واضحه اودي، ترى الحين قاموا يلونون بعض الافلام وبعض المسرحيات اللي حتى كانت ابيض واسود، ترى لونوها وحسنوا الصور، بس لازم تلقينها في اماكن معينه اذا مواقع اذا لقيتيها علمينا. وتذكرت على اليوم من الاشياء اللي ترى اكررها كثير واشوفها كثير، ما ابغى احد بصراحه يعني. يلا يلا قولي. برنامج سيدتي والله عيد 2011 ترجعين علينا ولا تفرجين؟ اشوفني زمان 2013 وهذا يعني عارفه. لا احنا انا بدات هنا من 2017، فاشوف الحلقات يعني ارجع واشوف اقول يا الله كنت صغيره وكبرت، عارفه يعني كذا اقعد اقارن. ما زلتي صغيره؟ ما زلتي؟ بس اول كان لحمي غض، الحين لا ما شاء الله علي. صح عليك تجيني. ما يشي.